بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقفنا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وصلنا إلى هذه الجملة: فلا تتبعوا الهوى، نهي من الله سبحانه وتعالى للشهود، نهي من الله جل وعلا للشهود أن يشهدوا تبعا لأهوائهم ورغباتهم، بل على الشاهد أن يشهد ولو كانت الشهادة تخالف هواه وذوقه وطمعه، فإنه إذا كان لا يشهد إلا لمن يرجو منه نفعا فإن هذا متبع لهواه. والمفترض في المسلم أن يؤدي الشهادة لله عز وجل لا يرجو بها طمعا من أحد أو إرفاقا بأحد أو حيفا مع أحد، وإنما يريد إقامة الحق وإيصال الحقوق إلى مستحقيها. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي في أن لا تعدلوا، فلا يحملكم الهوى على عدم العدل، والعدل هو القسط كما في قوله في أول الآية: كونوا قوامين بالقسط، يعني العدل. فلا يحملكم الهوى على أن تتجنبوا العدل وتحيفوا في شهاداتكم. ثم قال جل وعلا: وإن تلووا أو تعرضوا. تلووا في الشهادة يعني يدخلها تحريف أو تغيير للمعنى من أجل مراعاة أحد أو محاباة أحد، بل تكون الشهادة قائمة، تكون الشهادة قائمة على الحق، فلا يلويها ويحرفها عن مدلولها من أجل أن ينفع أحدا أو يضر أحدا، فيشهد على من يحب ويشهد أيضا لمن يبغض، يشهد لمن يبغض، فلا يحمله الهوى على أن لا يشهد لمن يبغضهم إذا كان عنده لهم شهادة، ولا يحمله الهوى على أن يشهد لمن يحبه، يتساوى عنده القريب والبعيد والمحبوب والبغيض في أداء الشهادة. أو تعرضوا، أي تكتموا الشهادة، سواء أديتموها محرفة لا تؤدي المعنى المطلوب، أو أعرضتم عنها فكتمتموها وأنتم تعلمون، فإن هذا إثم وكتمان للحق، فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا وعيد من الله سبحانه وتعالى الذين يلوون في شهاداتهم
أو يكتمونها عند الحاجة إليها، فإن الله خبير بأعمالهم وسيجازيهم على ذلك ويحاسبهم على ذلك. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم إنه سبحانه وتعالى قال بعد هذه الآية: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا مبينا. هذا نداء آخر من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فكيف يكونون مؤمنين ثم يؤمرون بالإيمان؟ نعم، يعني يكملون إيمانهم. فالمؤمن قد يكون عنده نقص في إيمانه فيؤمر بتكميله، فهذا هو السر في الأمر، أمر المؤمنين بالإيمان بالله ورسوله. والإيمان بالله جل وعلا، الإيمان في الشرع كما بينه العلماء أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، هذا هو الإيمان في الشرع في تعريف أهل التحقيق. فالإيمان بالله جل وعلا أن تؤمن بوحدانيته جل وعلا واستحقاقه للعبادة وبأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتؤمن بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت المنفرد بالتدبير، وتؤمن باستحقاقه للعبادة وبطلان عبادة ما سواه، تؤمن بأسمائه وصفاته الواردة في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فهذا من الإيمان كما سبق في تعريفه أن العمل داخل في الإيمان وهو جزء منه ومن حقيقته. آمنوا بالله ورسوله، يأتي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالله، لأن الله هو المرسل والرسول مرسل من الله جل وعلا. وهذا معنى الشهادتين: شهادة لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. ولتكميل البيان في هذا الموضوع سنؤجله إلى الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.